للمزيد أيضا حول ذكرى ثورة العشرين والبيان الذي أصدرته اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ينضم إلينا عبر سكايب أو عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق عبد القادر النايل. أهلا بك سيد عبد القادر. بداية، أصدرتم في اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بيانا في ذكرى ثورة العشرين. في البداية، ماذا تمثل ثورة العشرين لعموم العراقيين؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدينكم الكرام. ثورة العشرين تمثل علامة وضاءة في تاريخ العراقيين، وهي مفخرة للأجيال ومفخرة في تاريخ العراق، وهي تمثل حالة تعتبر فيها أم الثورات العراقية الحديثة، لأنها امتزجت فيها جميع العراقيين وتعاضدت أياديهم من جميع المكونات، وهم ينافحون ويكافحون من أجل استقلال العراق، وقد تحقق على أيدي أبطال وقادة ثورة العشرين. برأيك سيد عبد القادر، يعني ما هي أهم الدروس التي رسمتها ثورة العشرين لتكون للأجيال التي تليها نبراسا وخريطة طريق يمشون عليها؟ حملت ثورة العشرين دروسا وعبر كبيرة، لكن أهمها أن عملية عدم الاستسلام هي الدرس الأول الذي كان ينبغي على العراقيين أن يفهموه في تعاملهم مع كل الأزمات التي تحدث. ولذلك كان عدم الاستسلام هو الفيصل الأساسي في استمرارية ثورة العشرين، لأنه لم يراعى فيها توازن القوى، بل حاربوا بالمقوال والفالة بأعتى جيوش الاحتلال ولم يستسلموا. لذلك كان اليوم علينا أيضا أن نأخذ درس عدم الاستسلام مهما كانت الظروف المحيطة اليوم في العراق والتي تمر فيه في مآسي. ثم الوحدة الاجتماعية التي تمثلت بتعاضد جميع العراقيين، فضار المحمود وأيادي محمد سعيد الحبوبي وشعلان أبو الجون والبرزنشي، كلها حقيقة تعاضدت من أجل انتصار العراقيين لثورة العشرين، وهذا حقيقة الذي يمثل طليعة الانهزام أي عدو، وحدة المجتمع. واليوم العراقيون يتوحدون ويجتمعون. ثم أن منهجها الوطني الناصع كان سببا رئيسيا في انتصارها، لأن فرق تسد لم يستطع البريطانيون ترسيخها في المجتمع العراقي. سيد عبد القادر، هناك من يحاول سرقة ثورة العشرين وتجهيرها طائفيا بالقول إن هذه الثورة قامت على يد أهل الجنوب والوسط لا غير. إلى أي مدى تؤثر مثل هذه الدعاية على الثورة الوطنية الخالصة المتعدية للمناطق والطوائف؟ هذه الادعاءات التي يمارسها أمراء الطوائف وأمراء الطائفية الذين تعاونوا مع الاحتلال وكانوا جزمته في تنفيذ المشاريع الطائفية، هؤلاء حقيقة بات مشروعهم وبات كلامهم مفضوحا للشعب العراقي، وهي لا تمثل العراقيين. بالتالي يأتي الرد من خلال أبناء الجنوب أنفسهم، لأن ثورة العشرين هي تاريخ وضاء معلوم تماما ممن قام به ومن سار عليه. هؤلاء الذين يمثلون أجندات الاحتلال لا يحق لهم أن يتكلمون بثورة العشرين ولا يحتفلون بها ولا يدعون تزوير تاريخها، لأنهم تعاونوا مع المحتل الأمريكي. فلماذا يتكلمون بثورة العشرين الذي أسست لمشروع المقاومة الحديثة في تاريخ العراق؟ لذلك هؤلاء حقيقة اليوم من ثمرات ذكرى ثورة العشرين بعد المئة، قد مات في هذا اليوم رامسفيلد الذي هندس احتلال العراق والعدوان الآثم والذي سلموه سيف الإمام علي. هؤلاء لا يحق لهم أن يتكلمون لا بثورة العشرين ولا بمنجزاتها، لأنهم جزء من الاحتلال كما كان هؤلاء الذين جاءوا جزءا من الاحتلال البريطاني. إذا ما أردنا أن نتحدث عن الأقرب انسجاما مع روح ثورة العشرين باعتقادك سيد عبد القادر، هل هو واقع الميليشيات الحالية الذي تعيشه العراق أم حركات شباب ثورة تشرين؟ من المعلوم أن ثورة العشرين اتسمت بوطنيتها وأنها تدافع عن الشعب العراقي وعن العراق كوطن، فلذلك الميليشيات تنفذ أجندات الاحتلال الطائفية الرامية إلى تمزيق مكونات الشعب العراقي، وهي تتبع أوامر خارجية كأوامر إيران عليها، فلا يمكن لها أن تنسجم مع روح ثورة العشرين. لكن شباب ثورة تشرين هم يدافعون عن العراق ويريدون استعادة وطنهم، وبالتالي يريدون استقلاله، ورفعوا شعاراتهم لا لإيران ولا لأمريكا، وبالتالي هم الأقرب لثورة العشرين وهم ينسجمون
مع روحها ومبادئها الأصيلة. في سؤالي الأخير إليك سيد عبد القادر، يعني في ظل استمرار زخم ثورة تشرين الشعبية الوطنية ضد أحزاب المحاصصة الطائفية، كيف ترى مستقبل العراق؟ مستقبل العراق سيكون بأيادي شعبه، وبالتالي الاستمرار والمطاولة هو الذي سيجعل ويحدد علامات النصر، وبالتالي العراقيون عازمون على الاستمرار والمطاولة كما استمرت سنوات عجاف في ثورة حتى وصلوا إلى ثورة العشرين. لذلك العراقيون أمام مفترق طرق، واليوم الوعي الكبير لهم سيحقق ثورة قادمة، وهي صولة كبيرة على كل جولات الباطل التي تسعى إليها الميليشيات وأذنابها والمحتلين الذين يريدون ترسيخ مبادئهم في العراق. وبالتالي الانتصار سيكون حليف الشعب العراقي، لأن اليوم تتعاضد الأيادي وتتوحد الجهود، وكل العراقيون ينادون باستعادة وطنهم، والأرض تنتصر لأصحابها. وبالتالي منهجهم في الاستمرار والمطاولة والصبر على كل ما حصل للعراقيين هو الذي سيبلغ رايات النصر للشعب العراقي قريبا ليست بعيدا. عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.